جد التحيه بحضراتكم. هنبدا اخبارنا اول خبر معانا عن اجتماع اتحاد كره اليد. حضراتكم عارفين النهارده كان في اجتماع هام لاتحاد كره اليد مع انديه دوري المحترفين اللي عقد بالفعل في مقر مجمع السباحه باستاد القاهره. حضر هذا الاجتماع 14 نادي فيما تخلف اربع انديه عن الحضور وهم الفيوم وجزيره الورد والمنيا وهليوبوليس. الحقيقه اتحاد اليد كان اكد في خطابه للانديه ان الغياب عن الحضور يعتبر موافقه على كل القرارات، وده بالفعل اللي اتطبق على الاربع انديه اللي انا قلتهم لحضراتكم. معنى كده ان عدم وجودهم في اجتماع النهارده ان هم وافقوا على القرارات. الاجتماع شهد اعتراض 13 نادي بقياده الزمالك على استكمال الموسم المتوقف بسبب فيروس كورونا. في المقابل النادي الاهلي فقط هو اللي كان عايز يكمل الموسم وتمسك بقراره في استكمال الموسم. زي ما احنا عارفين ان دوري كره اليد كان فاضل فيه جولتين، الزمالك متصدر برصيد 34 نقطه والاهلي كان بيحل ثانيا برصيد 32 نقطه، وكل فريق خلاص فاضل ليه ماتشين. الزمالك عنده سبورتنج والاهلي مواجهتين طبعا امام سبورتنج والاهلي، ايضا كان في اخر مباراه بين الفريقين واللي هي هتحسم نسبه كبيره. يعني النادي الزمالك كان فرصه افضل بشكل كبير في الفوز ببطوله الدوري هذا الموسم. بعد الاجتماع الحقيقه كان في جدل كبير جدا سواء بالغاء الموسم او استكماله، والقرار النهائي حصل عليه خلاف كبير جدا. والمعلومه اللي وصلت لينا في برنامج ملاعب الابطال ان في اجتماع مجلس اداره لاتحاد كره اليد يحسم القرار النهائي. صدام الاهلي والزمالك في كل الالعاب مستمر، الاهلي عايز يكمل مسابقات الموسم اللي كان طبعا متوقف بسبب فيروس كورونا، والزمالك رافض ده. وحصل في كره القدم والكره الطايره وكره السله وايضا في كره اليد زي ما وضحت لحضراتكم. لكن تحدي الاهلي النهارده كان امام 13 نادي رافضين، زي ما قلت لحضراتكم هم 18 نادي تغلب او تغيب اربع انديه عن الحضور، فبالتالي اللي حضر 14 نادي. معنى كده ان قرار النادي الاهلي بالاضافه الى الاربع انديه يعني خمس انديه اتطبق عليهم قرار الموافقه، زي ما قلت لحضراتكم الاربع انديه اللي ما جاتش اتطبق عليهم ان هم خلاص وافقوا على القرارات، وايضا النادي الاهلي. طبعا القرار صعب على اتحاد كره اليد. دلوقتي هنشوف هل بالفعل هيقدروا ان هم يقفوا قدام رغبه هذه الانديه اللي اعترضت بشكل كبير على عوده الدوري، ولا هيرضخوا الى طلبات النادي الاهلي والاربع انديه اللي ما جاتش اجتماع النهارده.